الله يا الله يا الله. مساء الخير على مشاهدي اليوم السابع، استكمالا لسلسلة حلقات الإنشاد ودولة الإنشاد في محافظة اسكندرية. النهاردة معانا صوت نسائي مميز، منار عندها 20 سنة من محافظة اسكندرية. الحقيقة هي مميزة في الإنشاد الديني. برحب بيكي معانا يا منار في اليوم السابع، وقولي لنا كده بداية حبك للإنشاد أو الموهبة بتاعتك، اكتشفتيها إمتى وكان عندك كام سنة؟ والله اكتشفتها من صغري، يعني طول عمري كنت بطلع إذاعات في ابتدائي إعدادي ثانوي، لحد ما وصلت هنا الكلية برضه اشتركت في الكورال. طول عمري يعني طول عمري بحفظ الأناشيد وبقولها وبرددها مع نفسي من صغري يعني، بس ما اكتشفتهاش غير في الثانوي بقى، اللي هو لقيت يعني أصحابي بيشجعوني يقولوا لي غني أنشيدي كده يعني. بس بدأتي في الأول كان غنى عادي وبعدين كملتي إنشاد مش كده؟ هو قراءة قرآن في البداية، يعني طول عمري كنت بروح لدروس القرآن، فبدأت في صوت في القرآن الكريم، ثم بقى في القنوات الأطفال الصغيرة دي، وبعدين بقى الإنشاد يعني. هو بس بتسمعي لمين من المنشدين؟ والله كتير يعني، ماهر زين، أستاذ سامي يوسف، محمد طارق، محمد يوسف، كتير أوي الناس منشدين. القديمة كنت بتسمعي لهم وانت صغيرة؟ بحب أسمع لهم يعني، زي مثلا نصر الدين طوبار، نقشبندي، الناس دي يعني. طيب، فكرة ان بنت تتميز في الانشاد الديني دي يعني كانت او هي فكرة مش منتشرة قوي خصوصا في اسكندرية والمحافظات، شايفة ده ازاي؟ والله أنا شايفة إن هو مفيش مانع يعني، بس في الحدود، فاهم قصدي؟ اللي هو مفيش مانع البنت يعني، مفيش مانع إن هي تنشد أو تقرأ قرآن، مفيش أدنى مشكلة، بس كل حاجة لها حدود، الحاجة اللي زايدة عن الحد بتتقلب للضد طبيعي يعني. طيب انتي حافظة القرآن كمان؟ إن شاء الله حافظة قد ايه؟ أنا خدت معاهم 3 سنين. ما شاء الله. طيب كلميني عن البيت عندك، مين بيشجعك؟ ماما وبابا واخواتي وصحابي، مش حد واحد يعني. حابين انك تكملي في المجال ده؟ هم حابين انا اكمل، بس اللي هو زي ما قلت طب مش دخلتي قادر. مسابقات قبل كده؟ دخلت مسابقات في الابتدائي، كنت داخلة قرآن كريم و بس لا ما دخلتش في الاعدادي ولا ثانوي. طيب دلوقتي بتنمي صوتك ازاي؟ عن طريق انا بسمع كتير وبردد كتير، بسمع فترة طويلة وبعدين بقى احاول اجيب اللحن كويس، الريتم كويس، الحاجات دي يعني. طيب ممكن تسمعني ايه تاني؟ ايه طيبة. اتفضل. يا طيبة يا طيبة يا دوا العيان، اشتقنا لك والهوى نادانا، والهوى نادانا لما سار المركب نساني، ساروا الدمع مجانا.
يا دوا العيان اشتقنا لك، والهوى نادانا والهوى نادانا. منار يعني صوت هايل، رسالة تقوليها للبنات أو أي واحدة عندها صوت كويس تعمل إيه أو تاخد طريق إيه؟ ان هي تفضل ورا حلمها يعني لحد ما يتحقق، مش مهم لو تعثرت كتير. يعني العبرة بمن صدق مش بمن سبق، فاللي هو عادي يعني هتلاقي محطات كتير في حياتك ودروبات كتير، فما تيأسيش، اهم حاجة توصل اللي انت عايزاه في الحدود اللي انت عايزاها. بس تمام منور، أنا بشكرك شكرا جزيلا. مشاهدي اليوم السابع كانت هذه تغطية ولقاء مع أحد شباب دولة الإنشاءات في محافظة اسكندرية. بشكركم شكرا جزيلا، كنت معكم في هذه التغطية أسماء بدري، شكرا لكم.